اه ما عشان كده الحمد لله الواحد بيتوقع كويس الحمد لله. مفيش فايده فيك بس ماشي يا فضل براحتك مفيش مشكله. طيب ناخد حازم التشكيل سريعا. تشكيل الاهلي الشناوي في حراسه المرمى: ايمن اشرف، بدر بنون، رامي ربيعه، هاني، ديانج، السوليه، طاهر، قفشه، حسين الشحات، محمد شريف. ده زي ما قلناه وتوقعناه بالظبط. تشكيل الزمالك: عواد، فتوح، الونش، محمود علاء، المسلوسي، طارق حامد، ساسي، بن شرقي، شيكابالا، زيزو، اوباما. رايك تشكيل الزمالك؟ تشكيل الزمالك جابها يومنا ضعيفه جدا من خلال الماتشات اللي فاتت. حمزه واحمد سيد زيزو جابها ضعيفه جدا، ما بتهاجمش خالص، مفيش منها اي فرص خالص، مفيش فيها اي كره هجوميه، الكره كلها بتوصل عند الكورنر وبعدين ترجع تاني، مفيش فيها. لازم النهارده يكون شكل مختلف شويه. هي المفاجاه النهارده الوحيده في اوباما، اول مره كابتن يلعب اوباما مهاجم. اول مره باتشيكو يمكن عملها في ماتش كسب مع المقص قبل كده وعملها بشكل كويس، لكن هيلعب وانت لما تلعب اوباما كراس حربه لازم تلعب بشكل معين، لازم تلعب بشكل مفيش كوره طويله، مفيش عرضات كتيره، هتلعب في رجل كتير، تلعب في مفيش بقى لعب في مساحات لان انت ما عندكش راس حربه يجري في مساحات، انت عندك واحد بيستلم في رجل، هتخنق اللعب شويه، ممكن تخليك مسيطر على في الكوره ما تطلعش منك قدام، ويبقى دايما في لعيبه كوره كويسين يلعبوا كوره، شيكابالا مع اوباما قريبين من بعض، هيبقى الفكره ان انت دايما عامل مشكله في دفاعات الاهلي ونص الملعب، تاخد فاولات كتير، تلعب في الحته دي كويس، لكن مشكلتها لو الزمالك اتضغط عليه مش هتعرف تطلع بالكره بكره طويله، مش هتعرف تطلع بكره بكره عاليه، هتفضل مضغوط عليك، هتفضل على طول الكره تروح وترجع تاني عليك، فهي ليها شقين. عايز اقول حاجه بس في فكره الاحتياط يا سيف. الاحتياط هو مطلع سيف جزيري وحاطط مروان حمدي وحميد احداد. مع احترامي الشديد يعني الاثنين دول يعني مع احترامي طبعا كويسين وكل حاجه، بس سيف الدين جزيري احسن منهم الاثنين. خاصه كمان مثلا الماتش اللي فات مروان مضيع واحده كويس وكل حاجه بس ما تضيعش. ما ينفعش ماتش بعد يلعب وسيف يطلع بره، سيف من اللعيبه الكويسه جدا، وسيف لو خد ماتشات كتيره انا وجهه نظري احسن فيرود في الثلاثه اللي موجودين. كل الاحترام لحميد احداد، على فكره حميد مجتهد جدا جدا وبحب فيه روحه القتاليه، بس هو عنده روح قتاليه لكن ككوره بعيد شويه. مروان مش عارف يجيب ثقته، ما ينفعش يلعب ماتش زي ده النهارده وهو الماتش اللي فات جون فاضي حطها بره، حتى هو كنفسه ككارترون هيتردد جدا انه ينزله النهارده. كان لازم سيف يبقى هو اللي موجود النهارده مكان مروان. وزي ما بقول لك مشكله الزمالك في الحته في الجبهه اليمنى، الجبهه اليمنى ما ينفعش تقعد تلعب على طول على اشرف بن شرقي طول الماتش، هو الوحيد اللي شايل الناحيه الهجوميه مع فوقان شيكابالا، لكن زيزو وحمزه بقى لنا اربع خمس ماتشات ما فيش ولا حاجه بتلعب من عنده. حمزه ولا بيدافع، يعني بيدافع عادي وما بيهاجمش خالص وبطيء، لازم النهارده يكون اكتف ولازم يعدي بالكوره ويعمل كروس، ما ينفعش اعمل كروس من بعيد قوي بس لازم اعدي واروح واحد على واحد. حمزه مشكلته هو وزيزو بيعملوا ايه؟ الكوره بتجي لهم مش عارف يعدي، يروح واقف مرجعها لورا خلاص كده. انا وينج، امال انا كزيزو يعني انا وينج لازم يبقى ليا حلول، ما ينفعش كل كوره اعمل كده وارجع كده واروح لعبها في نص الملعب واخلص، لازم اروح للجون، لازم اشتغل على الجون شويه، لازم اكسر والعب لجوه الملعب واطلع مره لبره. فهي الجبهه اليمنى على الزمالك دي مش كويسه. لا وبعدين الناحيه الشمال لو عطلت بفتوح ولا حاجه هيبقى ما عندكش اطراف، هيبقى دايما لعب من اشكاله بس. فلازم يعني ما اعرفش، انا شايف كان ممكن يبقى في تشكيل احسن من كده شويه.